السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف سؤال من الأسئلة بتاعت البيم. سؤال بيقول which software product is not part of a BIM solution we sell؟ ايه من الحاجات دي مش من برامج البيم؟ نفس وركس، مايكرو ستيشن، سيفل 3 دي، ريفيت. طيب خلينا نبدأ نستثني. اول حاجة طبعا ريفيت ده معروف ان هو من البيم، تمام؟ فده مش هيدخل معانا في التفكير اصلا يعني، تمام؟ ولا يكون احنا بنستعبط. طيب النافس وركس ده من برامج البيم، بيعمل ال 4 دي وبيعمل كوردينيشن وبتتجمع في الملفات. يعني لو انت عايز تعمل اي حاجه بين المعماري والانشاء والكهروميكانيكال، هو النافس وركس بيجمع في كل حاجه، تمام. سيفل 3 دي من برامج البيم الخاصه بالمدينه، مش بيتكلم على مبنى صغير، لا بتتكلم على طرق وبتتكلم على كباري و والحاجات دي كلها. فبقى لي مايكرو ستيشن، تمام. مايكرو ستيشن ده برنامج منافس للاوتوكاد، تمام، بس في نسخه مخصصه للبيم اسمها ايكو سيم. يعني شركه بنتلي عامله نسخه اسمها ايكو سيم، دي فيها معماري وانشاء وكهروميكانيكال وممتازه جدا وبتشيل شغل كويس وتعمل مشاريع كبيره، اسمها ايكو سيم، تمام. هتلاقي الشرح بتاعها على قناه بيم اريبيا. انا دخلت على قناه بيم اريبيا، هتلاقي احنا عاملين 2000 فيديو لغايه دلوقتي شرح برامج البيم، وشرحنا فيها الايكو سيم، تمام، وشرحنا فيها البيم. عملنا تقريبا آلاف، يعني عملنا تقريبا 117 فيديو في البيم بس. هتلاقي هنا الإيكو سيم، خلينا ندور عليها إيكو، أهو تمام، فيها معماري وإنشاء وكهروميكانيكال، فتقدر تاخد فكرة عن البرنامج. برنامج ممتاز يعني، ما فيهوش أي مشاكل خالص. يبقى إحنا كده الإجابة بتاعتنا أني برنامج اللي مش من برامج البيم المايكرو ستيشن.